في خبر مهم جالنا من الدوحه في البطوله الوديه اللي مشارك فيها نادي الزمالك في الدوحه. فريق السله ماشي بشكل كويس جدا. فريق السله كسب في مباراه النهارده امام فريق ميرال كوباتس الفلبيني بنتيجه 70-62، ودي تاني مباريات البطوله الوديه الدوليه اللي بتقام في الدوحه. نادي الزمالك كمان فاز على الاهلي الليبي بنتيجه 72-65 في اول المباريات، والزمالك عنده كمان مواجهه مهمه جدا امام فريق العربي الكويتي في هذه البطوله. البطوله اصلا بيشارك فيها 8 فرق، وهم نادي الزمالك المصري، الحكمه اللبناني، بيروت اللبناني، الفتح المغربي، ميرال كوباتس الفلبيني، دجله العراقي، والعربي الكويتي، والاهلي الليبي. كل التوفيق لفريق كرة السلة تحت القيادة الفنية الكابتن أحمد مرع المدير الفني القدير، ومعاه الكابتن ياسر عبد الوهاب والكابتن سمير جودة مدرب، ومعاهم الأستاذ مصطفى صدقي ووائل العيادي الإداريان. طبعا الصور اللي احنا شفناها دلوقتي، بنشكر الصحفي فريد عبد الباقي اللي بعت لنا هذه الصور من هذه المباراة.